قبل مدة كنت لعله بعضكم حينما خطب الشيخ حول المشاريع الدينية في كندا، المدرسة للمسلمين الابتدائية الثانوية المتوسطة لأولاد المسلمين هناك في بلاد الكوب، المسجد الحسينية. هذه الكلمة أثرت في امرأة، فجاءت هذه المرأة ولها قطعة أرض، باعت قطعة الأرض هذه وساهمت بهذا المال في إنشاء ذلك المسجد، مساهمة مو تكفل كامل، مساهمة لذلك المسجد في بلاد الكوب. لعله يبقى إلى 100 عام، 200 عام، 500 عام، كم من الأفراد يصلون في هذا المسجد؟ لعله الملايين، المئات، الألوف. حقيقة واحد يهتم بأن يكون من الدعاة إلى الله بمقدار ما يتمكن، عالما كان أو جاهلا، كبيرا كان أو صغيرا، ثريا كان أو موظفا عاديا، حتى الموظف العادي يجي منه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك كما وفق الآخرين. أكو واحد في مشهد، هذا يصنع سماور، سماور يعني كاسب مستضعف إلى أبعد الحدود. هذا فكر في أن يصنع حسينية باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، فصنع حسينية باسم رسول الله. بعدين فكر أمير المؤمنين إلى حق أيضا، فصنع حسينية باسم أمير المؤمنين. بعدين فكر أن فاطمة الزهراء لها حق، فصنع حسينية باسم فاطمة الزهراء. يبيع سماور، يعني موظف كاسب جدا مستضعف، لكن عنده همة، إلى أن صنع 14 حسينية باسم 14 معصوم. هذا الموظف يجي يوم القيامة ومعه 14 حسينية. احنا ان شاء الله نجي يوم القيامة ومعنا ايضا المساجد والحسينيات والمشاريع الخيرية. نسأل الله تعالى ان يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.